إيمان مجيب مراسلة قناة ميديا أن تي في في الدار البيضاء. اليوم كيتم تكريم ديالي من بين مجموعة ديال النساء في مختلف المجالات، وأنا بصفتي صحفية فكيتم تكريم ديالي اليوم نظرا للوجود ديالنا والحضور ديالنا في معظم فعاليات اللي كتجرى هنا في بنمسيك. بنمسيك بالنسبة لي هي مسقط الرأس ديالي، أنا تزاديت هنا، كبرت هنا، قريت هنا، واليوم كيتم التكريم ديالي هنا وهذا شرف ليا. وكنشكر السيد العامل على هذه الالتفاتة الطيبة، إلا أنه كوني بنت بنمسيك ماشي هادشي اللي كيبرر أنني دائما متواجدة هنا، بالعكس، بل سبب ديال انني نكون دائما حاضره معاهم هو انه كتبذل جهود في بنمسيك اللي كتستاهل تغطيه اعلاميه متميزه ومهنيه، وكنسطر على المهنيه هي اللي خلاتنا الحمد لله نكونوا اليوم في هذا التكريم هذا. وكنتمنى عيد سعيد لجميع النساء المغربيات. شكرا.